يبقى أنه بعض العلمانيين يقولون كيف أنتم تقولون أن بداية الكون هي نور؟ الآن الكشوفات العلمية تقول أنه بداية الكون لا، كتل سديمية. سديمية يعني كتل غيم وفيها مغناطيس وكهرباء، كهرباء مغناطيسية، كتل تفصل منها الكون. كيف تقولون؟ كنت مرة في لندن قالوا لي هاي نظرية بداية الكون أنه كان كتل سديمية ودخانها تغيرت. كيف؟ قالوا لا، قبلها في مرحلة كانت غازا سائلا. قلت الحمد لله، وصلوا إلى مرحلة وكان عرشه على الماء. قبل الماء، قبل هذا البحار الغاز السائل اللي كان، ماذا كان؟ نور. نور الذي يبحث أكثر لابد أن يصل، وسواء وصل هؤلاء العلماء أم لم يصلوا، نحن عندنا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله خبرنا أن الله اللي اشتغل قال هكذا أنا عملت قبل خلق الخلق، بدأ من نور عظمته بهذا النور وبدأ يفصل منا الخلق. كيف فصل؟ ما نعرف، نحن ما نعرف الآن. الآن الآن كيف يأتي الغذاء لظفرك؟ ما هي القوانين؟ ليش يجي الغذاء الصلب لظفرك؟ وكيف يأتي لعينك؟ كيف تعمل خلايانا؟ الآن ما نعرف، حتى نعرف كيف بداية تخلق الخلق. الآن تتكون نجوم وكريات وتتكون منظومات ومجرات جديدة وما نعرف كيف تتكون. إذن هذه شغلة أعظم منا، هو رب العالمين. إذا أخبرنا بشيء الغيب، إخواني الأعزاء، مشكلة هؤلاء أتباع الغرب والعلوم الحديثة أنهم في الأمور الطبيعية معادلات رياضية محدودة صحيحة، ونقبل منهم ونقبل نستعمل هالأجهزة والطيران والطب وغيره. نعم هؤلاء لأن شيء محسوس يجيدون فيه، أما في الغيب والعلوم الإنسانية صفر صفر. أنا أتعجب كيف الحوزة العلمية تريد تأخذ علوم إنسانية من هؤلاء الغرب. العلوم الإنسانية نحن نعلمهم، نحن أساتذتهم، مشكلتهم أيضا يأخذون بالظنون والاحتمالات، ما عندهم علم. والله أنا سألت واحد بروفيسور في جامعة في لندن في بريطانيا، سألتهم كامبريدج، سألته أنه ما هو دليلكم على نظرية داروين؟ ما هي؟ تعتقد بها؟ قال نعم أعتقد. سألته تعتقد بالله عز وجل؟ يسألني الجاد الكبير لو الجاد الصغير، الله الكبير لو الله الصغير. قلت له لا، أسأل عن اثنين، ماذا تعتقد؟ قل الله الكبير أعتقد به، الله الصغير يعني عيسى لا ما أعتقد به. قلت له ما هو دليلكم على نظرية داروين أنت تعتقد بها؟ قال والله هي احتمال، لأنه ما يوجد احتمال أفضل منا. قلت لو من يقول لك أنه أول ما وجد هذه المحفورات والآثار الموجودة هي من سلسلة هذا الإنسان؟ ربما عدة سلاسل بشرية قبل الإنسان موجودة من الأرض ومخلوقة من الأرض. قال يوجد هكذا قول؟ قلت له نعم، عندنا رواية، آخر رواية في الخصال، أن الله عز وجل خلق من أديم الأرض 7 أجناس قبلنا وانتهوا، ونحن الجيل 8 والأخير. دهش لهذا. إذن ما عندهم، عندهم ظنون واحتمالات، هاي بيعونا إياها، نشتري منهم ظنون واحتمالات. في العلوم الطبيعية نعم معادلات رياضية صحيحة محسوسة، في العلوم الإنسانية والغيبية كل بضاعتهم ظنون واحتمالات. المنبع الصادق الوحي
على رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخبر به وأهل بيته الصادقون، هو الحق، وسيكشف العلم أنه الحق سواء كشفه الآن أو كشفه بعد مدة.